مبطلات الصلاة يعني أشياء إذا فعلها المصلي تكون الصلاة باطلة ولا بد من الإعادة. لامز دوود يشتغل هم شغلات يوتر دو يلامز دوود يشتغل هم شاتارة عمل يشاش يلامز يوضا ديستو. الأول أن يتكلم متعمدا عالما تحريم الكلام في الصلاة. دو حرا إذا لامز دي أشوال شعاع قام يقدر يقام يشخاء فوشتو قام يقدر يقام يقدر دي تشخينا يلامز دو يخوش. الثاني أن يتحرك حركة كثيرة حتى تراه وتظنه أنه غير مصلي من كثرة ما يتحرك لغير حاجة. تعقدها حش تقدو تشخينا حش شورتة شورتة ديجيني شير ميت تغويلر إذا حمطي حش تشخينا يدق تو يدعيسا حويش تو يدق ميجينش ميت تغيوشة إلا مزدي أشوات سيالهم خيطل. نعم والانحراف الكثير عن القبلة يعني انحرف يمين أو يسار. يخا قبلة قبلة جرا شورت تعبير زن خلر ديك. نعم و كذلك انكشاف العورة وهذا يحصل غالبا في من يصلي في البنطال عندما يركع ويسجد. يخا اشتا عورة بوشيلر إذا أوجر دوك حنجر دول شتو فوتبول كي خشي يغلامز ديش بولشارخ سجود دينش خنا بوك بوش بولتون. وانتقاض الطهارة إذا انتقضت الطهارة مثلا خرج منه ريح انتقضت الطهارة لابد يخرج يتوضأ ويأتي عيد الصلاة. يوخا لامز لامز دور يسلي تون لامز كرر ديالي شا لامز دي أشوال شانها يوخا شي لامز كرل دوخشا لامز جر أرى أولي لامز يوضو يوضو. الضحك الأكل الشرب من مبطلات الصلاة. ويلر لا مزدوغشتو هو يأم يأرى تعمل رأتو لا مزدوغشتو وديشتو.